السلام عليكم، كي بقيتو؟ معكم سي محمد من رويال دي بيجو. جيت غير نعلمكم على اللايف ديال غدا ان شاء الله. اليوم السبت 11 في شهر 5، دونك غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي هو الاحد 12 في شهر 5 كاين لايف رائع جدا مع 9 ديال الليل. فيه شويه من بزاف ديال هاد لي زارتيكل اللي غادي نوريكم دابا. كاين ما يتشاف وكاين ما يدار، هادشي كلشي روزه حره، كلشي كاع اللي كتشوفوا في الروزات هنايا كلشي حر، وكلشي بالتستر دو ديامون، وكلشي كما كنقولوا في ابا الحلال التستر دو ديامون كيطوش سكت لا كلارتي 10 على 10 ديال 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 الديامون. وشي حاجه تبارك الله، شوفوا على حلقات كلشي في الروزه حره. وكاين هذا المول الكوليي غزال جدا، شي حاجه تبارك الله قديمه وازليه، كلها روزه حره حتى هي، وشي حاجه اللي نادره. النوادر، عشاق النوادر عندكم هذا الكوليي. وكاين هذا ديال غافينيتي، شي حاجه في البلحيه التمولي، كونوا في الموعد. الصباقات مازال كاينه السلعه، مي بغيت غير نوريكم شويه من بزاف. شي حاجه في الغافينيتي تبارك الله 110 اللي في هذا الخير هذا فكرون ولا اروع. مرحبا والف مرحبا، كونوا في الموعد اليوم كامله باش تفوزوا بشي ارتيكل اللي عشاقات الحر وعشاقات ما ياكل شويه اللي مولفوا له به. مرحبا والف الف مرحبا بالجميع.